عاوز تعرف بقى قصه المصانع، تعالى اخد اصل الناس تقول لك اين الصناعه، تعالى نحكي مع مهندس عبد الله البرعي عضو مجلس اداره تكس نور. تكس نور للصباغه والطباعه والتجهيز. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك؟ انا قلت اللقب مظبوط المهندس ولا غلط كده؟ لا، استاذ عبد الله البرعي. معلش تاني، استاذ عبد الله البرعي. اوكي يا استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، اولا انا يعني اهنيك على هذا المصنع، ده واحد. اتنين، ممكن بعد اذن حضرتك تقول لي حدوته هذا المصنع ايه؟ الاول بس انا حابب ان انا اقول كل سنه وعمالي وعمال مصر كلهم بالف خير، لان دول هم عصب المجتمع، والصناعه والبلد بتقوم بالمصانع وبالانتاج وبالعمل. صح. وبجد حابب اشكر كل عمال مصر عشان هم دول اللي بيتعبوا. يعني المصنع اللي احنا النهارده كنا فيه اللي هنحكي قصته، المصنع ده عمره ما كان هيتعمل ولا عمره كان هيبان بالصوره دي من غير العمال اللي عندها وعي، العمال اللي عندها ثقه في نفسها، العمال اللي بتحب البلد وبتبقى مبسوطه. يعني العمال النهارده تحس ان هي مبسوطه اكتر من صاحب المصنع ان المصنع هيشتغل. فحابب اشكرهم وحابب اشكر كل عمال مصر وهنيهم بعيد العمال. مصنعنا استاذ يوسف كان قصته ان احنا بدأناه، كنا حابين نبدا فيه من 2016. اخذنا قطعه الارض وابتدينا فيها البناء، وطلعنا بره وسافرنا وجبنا المكن وابتدينا ان احنا نركب المكن فعلا لمده، وبعد كده جينا نشتغل. قابلتنا طبعا بعض المعوقات اللي الناس كلها عارفاها، كتراخيص، كبنى، كمرافق. في مرحلة بعد كده ترخيص المصنع، رخص التشغيل، الحاجات دي كلها. الحمد لله قدرنا ان احنا نتواصل مع مبادرة ابدأ، مبادرة سيادة الرئيس، اللي كان ليها بجد دور كبير جدا وفعال ان هي تكلل كل الجهود. يعني تقريبا المصنع كان خلصان من سنتين جاهز على الشغل. الحمد لله بدعم المبادرة والتوجيه اللي المبادرة أخداه. يعني أنا لما بتكلم مع المبادرة بتقول لي إن توجيهات سيادة الرئيس بسرعة إنهاء الإجراءات، بسرعة إن لو في مصنع ممكن يشتغل في 48 ساعة، لا إحنا عايزين نشغله في 24 ساعة. الحمد لله أنا لمست الكلام ده على الواقع. بالأمانة أنا لو كان حد حكى لي أنا ما كنتش هصدق. لما شفت وشفت فعلا سرعه الاجراءات. والهيل في الموضوع برضو ان الناس، انا اتعاملت مع ناس اعمار سنيه، انا ما تهياليش ان انا اتعاملت مع حد اكبر من 32 سنه او 33 سنه. ناس اعمار سنيه صغيره، ناس شباب عندها طاقه، عندها حماس، عندها طاقه جواها غريبه، انا ما اعرفش هم واخدينها منين، ان هم عندهم ايمان ان الدنيا هتخلص. يعني انا كنت بقول لهم ان لا مش هنلحق، لا ازاي، قال لك كل حاجة هتخلص، كل حاجة هتخلص بسرعة، هنشتغل، المصنع هيدور، عمالة هتتعين. الحمد لله أنا لمست ده كله وده كله حصل. الحمد لله كل الإجراءات خلصت، الحمد لله أخذنا رخصة التشغيل، الحمد لله كل المرافق كملت، الغاز وصل، الحمد لله. والمصنع بان على الصورة اللي سيادة الرئيس النهاردة افتتح بيها المصنع، وكان شرف كبير لينا. ويا رب دايما كل يوم سيادة الرئيس افتتح أكتر من مصنع، لان ده اللي بجد هيفرق مع البلد، وده بجد اللي هيشغل البلد، وده بجد اللي هيوفر لنا عمله صعبه. وبس يعني دي قصه المصنع كله، ده كل اللي حصل بالظبط معانا. سؤال يبدو غريب، عندك كم سنه؟ انا عندي 32 سنه. يعني من ساعه ما خدت قرار تعملوا المصنع في 2016، ده كان من 7 سنين، يعني كان عندك 25 سنه. مظبوط. وفي 2016 ده عز المعمعه. مظبوط. ومفيش حاجه لسه باينه، الاقتصاد بتاعنا كان بيقول صباح الخير، يعني لسه بنقول صباح الخير. كان يا استاذ يوسف مش هكذب عليك، كان عندنا ثقه في سياده الرئيس ان كان كل تصريحاته ان هو داعم للصناعه، كل تصريحات سياده الرئيس ان هو كان البنيه التحتيه اللي بتتعمل في البلد الغير مسبوقه دي عشان الصناعه، محطات الكهرباء اللي بتتعمل، كان في ناس بتطلع تقول دي طاقات كبيره، دي مش عارف ايه. سيادة الرئيس قال ان لازم يبقى عندنا بنيه تحتيه كويس، لازم يبقى عندنا الكهرباء والطاقه وكل المؤهلات اللي بتؤهلنا للصناعه. كان باين من توجه سياده الرئيس ان ان ان, إن البلد رايحه للصناعه، وده اللي ادالنا الثقه، وده اللي خلانا نشتغل. وايماننا بالله طبعا ان شاء الله البلد دي الخير هيفضل طول عمره فيها، فده اللي خلانا ناخد القرار، وده اللي خلانا نشتغل.
وده اللي خلانا نوصل للصوره اللي احنا فيها دلوقتي. وسبحان الله يعني لمست جدا كلمه سياده الرئيس في الاخر، يعني لما خلصت وقفت على المشروع وقفت ان احنا نشتغل، لقيت فعلا ان المبادره اللي هي بتوجيهاته هي فعلا اللي خلصت كل حاجه. حسيت فعلا ان في حد واقف في ظهري، حسيت فعلا ان احنا ان ثقتنا كانت سياده الرئيس في محلها الحمد لله. طب هل ينفع تقول لي صرفته كام لحد ما المصنع بدا يشتغل، ولا ما تحبش تتكلموا في الارقام دي دلوقتي؟ هي ارقام لازم تبقى مظبوطه، بس هي مش تحت ايدي دلوقتي، يعني مش ملايين حجم، يعني خلاصه القول هي ملايين. اكيد. حلو قوي. السؤال اللي هو يبدو شديد الغرابه، معلش يعني كل الاسئله غريبه جدا. انتوا كام شريك يا فندم؟ احنا ثلاث شركاء. ثلاث شركاء دول يا فندم كان قدامكم حلين، يعني حد غيرك هيفكر كده او حد غيركم يفكر بالطريقه دي، حد يجي يقول لك ايه انا لسه هوجع دماغي بمصنع وتراخيص وكهرباء وفواتير وعمال وتامينات وعد بقى، انت ادرى مني يعني، انت راجل عندك مصنع ففاهم كم الهدك بتاعه ولا كم الصداع اللي ممكن يجي من ورا انشاء مصنع. الكم مليون دول احنا نستورد بيهم كم حته حلوه واخرنا كده هنطبع عليهم وكل سنه واحنا طيبين وهنوزع في الفورتي فورتي وهنكسب في السكستي سكستي وتعشت وتغدت وفطرت ويعني جابت كل حاجه. والله يا استاذ يوسف يعني هو طبعا ما نقدرش نغفل ان التجاره شيء مهم للبلد، لكن وعائد سريع هي اللي بتشغل عدد عماله اكتر للبلد. ده بجد اللي بيفيد البلد. خلينا نتفق ان عمال مصنعي وعمال كل المصانع هي دي العمال اللي شايله اقتصاد البلد، دي اللي بتلبس من لبس البلد، دي اللي بتاكل من اكل البلد، دي اللي بتشرب من شرب البلد. طول ما الناس دي شغاله وكل ما انت شغلك فيه عدد عمال اكتر، كل ما البلد دي هتبقى بخير. صح. طول ما هو بخير هو هيصرف وهو اللي هيلبس وهو اللي هيشتري المنتجات اللي بتنتجها البلد. فلازم طب ما قلتش كل واحد ناخد بعضنا ما قلتش يعني لشركائك ما تيجوا ناخد بعضنا ونروح نفتح المصنع في بلد تاني؟ الاجراءات عندهم سهله يا عم، ده بيخلصوا اجراءات في اسبوع، وفي بلاد كتير كده يعني ما اقدرش انكر وشطار. اكيد. ما قلتش أكيد. ما ناخد بعضنا ونروح نشتغل هناك ونخلص كده كده احنا اتولدنا المصانع دي موجوده. يمكن حضرتك استغربت من سني، لكن انا اتولدت لقيت المصنع ده موجود، ولقيت ده شغلي اللي موجود، مصنع النسيج اللي هو قبل المصنع ده، وشركاتي نفس القصه، ان دي شغلانتهم. صعب جدا ان انا اسيب شغلي واسيب مصنعي واسيب بيتي واسيب بلدي، يعني صعب ان انت تسيب بلدك وتروح تقابل تحديات كتير. وبعدين ما البلاد كلها حوالينا، ايه البلاد اللي بتنعم برخاء واحنا لا؟ لو في مشاكل موجوده في العالم كله، لو في مشاكل موجوده في البلد كلها، لكن الحمد لله ان احنا برضو يعني ان احنا لقينا ان بلدنا بتقف جنبنا، لقينا ان بلدنا بتشجعنا، لقينا ان في ناس بتدقنا ان احنا نبقى افضل، لقينا ان في ثقه فينا، وبالطبع بقى في بالتالي بقى في ثقه في البلد. فالحمد لله البلد دي خيرها على الناس كلها، ولا البلد دي ما حدش يسيبها يا استاذ. احنا داخلين على تصدير ولا لسه؟ ان شاء الله احنا بالفعل كنا بنصدر لبعض الدول العربيه ان شاء الله بعد المصنع الجديد، ومحتاجين دعم الدوله في تنظيم معارض، تنظيم حاجات، باذن الله هنصدر وهنجلب عمله صعبه باذن الله للبلد. امين امين. وان شاء الله ان شاء الله من افضل لافضل، وكل سنه ومصر كلها بخير وطيبه يا رب. الف مبروك على المصنع الجديد وما شاء الله، وربنا يزيد ويبقوا واحده من اكبر قلاع الصناعه في العالم باذن ربنا سبحانه وتعالى. وكل سنة وانتم طيبين، وكل العمال اللي عندك وفي مصر كلها بخير، ربنا يخليك يا أستاذ عبد الله. شيء حاجة تفرح يا جماعة.